وهي إن شاء الله بداية الخير، لا نقول الأخيرة حتى تكون نهائيا، لا هي بداية الخير إن شاء الله. أهم شيء فيما بينكم أن تتآلفوا فيما بينكم، هذه نقطة مهمة جدا، ولا تجعلوا للشيطان بينكم منزلا ونصيبا. الشيء الثاني أن تستمروا في طلب العلم والتعلم والتعليم. الشيء الثالث ألا تنقطعوا عن الدعوة إلى الله بالتي أحسن للتي هي أقوى، بالهدوء والعلم والرفق. الشيء الرابع التلطف مع الناس، لأن الناس يحتاجون إلى حكمة ولين ورفق في الدعوة. كل الناس تحب الله ورسوله، كل المسلم يحب الله ورسوله، لكن كيف تقربه إلى الله ورسوله؟ كيف تقربه إلى الدليل من الكتاب والسنة؟ كيف تقربه إلى أن يستمع إليك ويقبل منك؟ والله في القرآن يقول كذلك إن كنتم من قبل فمن الله عليكم. لا يوجد واحد منا أصبح سنيا منذ أن ولدته أمه، وإنما بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة أن طريق الدعوة يحتاج إلى الصبر، فلا بد من الصبر والثبات والاستمرار على هذا الطريق. النقطة الأخيرة الدعاء، لا تغفل الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى دائما في قليل الأمور وفي كثيرها. فالدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والهواتف والسكايب ومدري إيش، صارت قربت البعيد. أي شيء عندكم من إشكال، مشكلة علمية، مشكلة دعوية، ترتبون، وإحنا جاهزين إخوانكم والمشايخ كلهم ما شاء الله جاهزين يعني أن يرشدوكم وأن يكونوا عونا لكم في مشاكلكم أو قضاياكم أو مسائلكم العلمية. أبدا إن شاء الله. نعم، المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه، هذه صفة أهل الإسلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكرا لكم. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. سامحنا. لا أبدا أبدا أبدا.